بص انا يعني انا كذا مره بمسك نفسي مش عايز ارد على كابتن فاروق جعفر، بس انا اصلا كنت شاهد على فتره نبوشه وكابتن فاروق واحمد فاروق جعفر هم اللي جابوا نبوشه، ومعظم اللعيبه دي كان بيبقى احنا قاعدين في النادي النهري وهو بيتوضب، كابتن فاروق يجي بعد الساعه 12 واللاعب يجي، يعني هو معظم الفرقه دي اللي عاملها الزمالك دي اللي هي طالعه الرابع دي اللي عاملها كابتن فاروق جعفر، اللي هو ما بيتكلمش على 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 اي لعيب فيها دي، كل اللعيبه دي يعني 90% منهم كابتن فاروق جعفر هو اللي جايبهم او موافق على 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 ما جايبهم، بدليل ان رؤى مثلا اخرهم رؤى اللي بتاع خط النص، بدليل الفرقه اول ما لعبت في اول الدوري كان ماتش بتاع كابتن كله قال لك فاروق جعفر وعينه ومش عينه، ده كلام. اتكلم على حمدي النجاز، كابتن فاروق انت مركز يعني ما ينفعش انت، انا احنا بنتكلم ان حمدي النجاز لعيب كويس، لعيب اضافه، لعيب منتخب تونس، يعني في تونس دول اي باك يمين اي باك يعني. ارفع اساسه يرفع عايزين يرفع عايزين يرفع، لا كابتن خالد هيقول لنا فيها دي يرفع ولا ما ينفعش، بس يا كابتن فاروق يا كابتن فاروق لا مش هنتكلم في حكايه الرفع دي يعني الفنيه دي لكابتن خالد، يعني كابتن فاروق ما اتكلمش على صلاح محسن، ما قالش مثلا مره في برنامجه في بيطلع في تحليل ده هو فين صلاح محسن يا جماعه، ابو 40 مليون ده ما طلعش ليه لعب ماتشين على بعض، هو فين صلاح محسن ده، شفت انت كنا بنتكلم عن شريف اكرام لما بيقع كله بيسند وده يسند هنا، لا ده كابو ولا مش كابو، تيجي انت النجاز اللي هو لعيب ولعيب دولي ولعيب منتخب تونس ومن كان انا شايف ان هو لعيب كويس واضافه، يقول لك لعيب لا كابتن ينفع يقول لعيب باسكت، بس انا هقول انا هقوله بقى ده اللي انا هقوله، كابتن فاروق جعفر لعيب كبير ودي وجهه نظره الفنيه تمام وانا على فكره جزء من كلامه كتير يعني مقتنع بيه، جزء من كلامه فيه تهور مثلا الدفاعي بتاع حمدي النجاز، عدم انسجامه، عدم حتى الان هو لعيب دولي بس ما قدمش ده لنادي الزمالك حتى الان، ممكن يكون ظروف نادي بالكامل طبعا وممكن يكون مستوى حمدي بعد وقت هيرتفع، احنا شفنا فلافيو مثلا قعد سنه جاب كره بدماغه من ورا في المحله بعد كده بقى احسن رؤوس حربه اللي جت في تاريخ النادي الاهلي، فما نقدرش نقيم مستوى مع كل لعيبه وحشه فاهم قصدي، لكن هو لعيب دولي، لكن انا هاخد بس حاجه واحده على الكابتن فاروق ان هو قال ده لعيب سلة يعني دي بعتبرها اهانة للاعب اهانة للاعب، يعني انا لا استطيع ان انا اعلق على كابتن فاروق كان مدرب كبير وكان لعيب كبير، هي دي قناعاته الفنية، يعني هو مش شايف ان هو دفاعيا مش كويس، ان هو مثلا مش طول الوقت يعمل اوفر مطلوب منه حاجات اخرى، دي قناعاته الفنية فما نقدرش نتحدث فيها، قناعاتي انا ممكن تكون مختلفة عن كابتن فاروق. طب انا عايز اعرف قناعاتك انت، معلش انا قناعاتي ان حمدي النجاز في عنده مشكلة في الدفاع بسبب ان هو يعني لعيب هجومي اكتر منه دفاعي، توظيف ايهاب جلال ليه غلط لان هو بيعطيه امكانيات دفاعيه اكتر منها هجوميه، وبالتالي هو في الدفاع مش جامد زي الهجوم، فانت ما تيجي تدي الواحد جامد في الهجوم فتقول له العب مهاجم فانت بتعليه، لكن بتيجي واحد قليل دفاع كان اعتمد عليه مساك يا كابتن، مساك والمدافع هو مش بتاعته، فبالتالي وبعد كده هو حمدي من اللعيبه اللي عايزه طول الوقت لعيبه بتستطيع انها مثلا عندك باسم والتاني بيكمل واوفراتك وحط جون وبتاع وكذا كذا كره اتعملت بالعرض جت جون، لكن اما يجي يقول ده لاعب سله يعني هو بي ايه بيخلص عليه انت كابتن خالد بصراحه معلش يا كابتن في حته بتاعتك انت اللي هترد علينا، هو بيقول في لاعب اجيبه بمليون دولار عشان يرفع عرضيات، هو ايه وظيفته في الملعب باك يمين، ما انت حضرتك كنت شمال، لا بص هو في كنت هبش شمال كنت بتعمل ايه في طريقه 3-5-2 3-5-2 هو عايز يدخل في العمق يعني الطريقه، لا 3-5-2 دي بيبقى طريقه طول الوقت مطالب من الباك انه يلعب ويروح بيرفع بالعرض ويعدي ويرفع بالعرض، في طريقه 4-4-2 او بيلعب 4 بيبقى مطالب ان انت تكون سيرد باك تاني في بعض الاوقات، ان انت تعرف تقف دفاعيا ان انت لكن هو عنده مشكله دفاعيه وطريقه لعب الزمالك مش مناسبه ليه حتى الان مره واثنين وثلاثه على الساحه. أيوة. من حق الكابتن فاروق ان هو يقول طبعا يعني تصوره الفني لان هو قاعد بيحلل تمام تصوراته الفنيه، لكن ما يجي يقول لاعب سله فهو كده بيهين لاعب الزمالك، انت قول عليه زي ما انت عايز فاهم قصدي، لكن ما ينفعش يقول يعني ايه لاعب سله كده ايه بيقلل. هو اسال سؤال اخير قبل ما هو كابتن فاروق لما كان مدير فني خد كام بطوله للزمالك؟ لا هو كابتن فاروق ما خدش ولا بطوله بس خد كمدرب، انا عايز اسال بس كمدرب عام مع مقاي، عايز اعرف بس كمدرب عام مع مقاي اعتقد خد مدرب عام لما كان مدير فني ما خدش ولا حاجه، ده كنت عايز اعرف بس معلش
سعدت بيك يا استاذ احمد. نور. الحمد لله على السلامه كمان مره. الله يسلمك حبيبي، ربنا يخليك. نور الدنيا. نور الدنيا والله. حبيبي كابتن خالد، بشكرك استاذ احمد حبيبك. وانا بقول لك الحمد لله على السلامه عشان استاذ احمد كان عامل حادثه من شويه. الحمد لله سطر. الحمد لله رب العالمين، ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، بكره ميعادنا الساعه 11:30 مع ملعب الشريف. السلام عليكم.